تحظى إصدارات سامسونج من الهواتف الذكية بترتيب جيد في قوائم أفضل هواتف الأندرويد في الأسواق العالمية، إلا أن إصداراتها لا تقدم أفضل أداء في تشغيل الألعاب. وفي هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف نسلط الضوء على أسباب انخفاض مستوى هواتف سامسونج في الألعاب. هواتف سامسونج اشتهرت بضم أفضل فئة في الشاشات مع إعدادات ممتازة في الكاميرات غالبا، إلا أن إصدارات سامسونج لا تقدم أداء سلس وسريع عند تشغيل الألعاب، وهو عنصر قد يؤثر على قرار بعض المستخدمين عند شراء أحد إصدارات سامسونج، بشكل خاص مع المنافسة التي تواجهها سامسونج في الأسواق. وهنالك بعض العوامل التي تؤدي إلى هذا الأداء المخفض، ونذكر منها أولا الأداء الحراري ونظام التبريد. يحتاج مستخدمو الهواتف الذكية نظام تبريد بأعلى كفاءة للحصول على تجربة ألعاب مثالية، بشكل خاص مع حاجة بعض الألعاب المميزة بأعلى مستوى من الجرافيك إلى إدارة حرارية مثالية في الهاتف، حيث تولد الألعاب المكثفة كم كبير من الحرارة، وهذا الكم يحتاج إلى نظام تبريد فعال لاستمرار تشغيل الألعاب بأفضل أداء دون أن يتراجع الأداء مع ارتفاع الحرارة. ولقد اتجه العديد من عمالقة تصنيع الهاتف في الصين بالفعل إلى تطوير أنظمة تبريد بفعالية أكبر لدعم تشغيل الألعاب بكفاءة، والتي تتضمن غالبا غرف حرارية وصفائح جرافيت إلى جانب مراوح مخصصة في بعض الهواتف المخصصة للألعاب. وعلى الرغم من تطوير سامسونج لأنظمة تعمل على إدارة وتشتيت الحرارة بشكل جيد، إلا أنها لا تأتي بالمستوى المميز المطور من الشركات المنافسة. سامسونج تركز بشكل أقل على تحسين البرمجيات للألعاب. الشركات المطورة للهواتف المخصصة للألعاب تحرص على تحديث وتحسين البرامج لتعزيز تجربة الألعاب في هذه الفئة من الهواتف، حيث تعمل البرامج على إدارة موارد الهاتف على الوجه الأمثل لتشغيل سلس وانسيابي لإطارات الألعاب، مع ضبط معدل التحديث والسطوع والمعالج بالأداء المطلوب. من جانب آخر، لم تقدم سامسونج تحسينات هامة لتشغيل الألعاب بكفاءة على هواتفها الذكية أو إدارة موارد الجهاز لتشغيل فعال للألعاب. أيضا على الرغم من دفع سامسونج لميزة جيم بوستر، إلا أنها لا تقدم الدعم المتوقع في تشغيل الألعاب المكثفة بشكل خاص. العامل الآخر وهو تحسين معدل اللمس في الشاشة. معدل سرعة اللمس على الشاشة هو من النقاط الرئيسية لتطوير هواتف مثالية في تشغيل الألعاب، حيث تحتاج الألعاب غالبا إلى معدل لمس واستجابة سريع على الشاشة. عمالقة الصين طوروا هواتف تصل إلى معدل لمس سريع يصل إلى 2000 هرتز، إلا أن سامسونج تعطي التركيز الأكبر لتحسين معدل التحديث للإطارات دون أن تعطي اهتماما كبيرا لتحسين معدل اللمس والاستجابة في الشاشة. سامسونج على سبيل المثال تدعم هاتف جالكسي S24 الترا بمعدل لمس 240 هرتز، وهو أعلى معدل لمس قدم في إصدارات سامسونج، لذا لم تقدم سامسونج أي إصدار آخر بهذا المعدل أو معدل أعلى في سرعة اللمس في الشاشة. الشركات الصينية تتفوق في هذه النقطة، بشكل خاص هاتف شاومي ريدمي كي 70 برو يأتي بمعدل لمس يصل إلى 2160 هرتز، وهو إصدار من الفئة المتوسطة، لهذا فإن إصدارات سامسونج تواجه تأخرا كبيرا مقارنة بعمالقة الصين. أيضا من العوامل المهمة هي مميزات خاصة للألعاب. الشركات المطورة لهواتف الألعاب تعمل على تطوير إصداراتها بميزات خاصة لدعم اللاعبين، حيث تدعم على سبيل المثال إيسوس سلسلة هواتف ريد ماجيك بتصميم متكامل لدعم الألعاب، والتي تشمل التكوينات الداخلية مع أزرار خاصة للتحكم في الألعاب باستجابة سريعة، بينما لا تقدم سامسونج في هواتفها أي مميزات خاصة أو أدوات تحكم لتشغيل الألعاب. لذا حتى مع تطوير العملاق الكوري لمجموعة من أفضل الهواتف الذكية المنافسة في السوق، إلا أن العملاق الكوري لم تقدم للمستخدمين دعم بأدوات وتصميم يهدف إلى تجربة ألعاب مميزة بشكل خاص، إذا تم مقارنة هواتف سامسونج مع الكثير من الإصدارات المنافسة من عمالقة الصين.